لا طبعا انا سعيد طبعا بالاجواء اللي موجوده النهارده، وسعيد طبعا بالشخصيات اللي جايه، وسعيد طبعا برئيس الوزراء طبعا اللي هو جاي يكون موجود في احتفاليه زي ديت. اللي احنا بنبين ان مش بالاخص نادي الزمالك، انا بتكلم عموما، اللي احنا بنبين للشعب وبنبين للناس وبنبين بره مصر ان مصر رجعت تاني، البلد اشتغلت الحمد لله في كل المجالات، واتمنى ان شاء الله التطوير ده يكون مش موجود في نادي الزمالك، في الانديه كلها، في الاقتصاد، في السياحه، في كل حاجه. عشان كده الواحد سعيد اللي هو موجود لازم يكون متواجد النهارده. لا الحمد لله احنا ماشيين بمنظومه من اول ما بدانا، يعني حتى في قطاع الناشئين في وجود ميدو وانا وحاليا الكابتن محمد صلاح والناس كتيره طبعا عشان ما انساش حد. الحمد لله ماشيين بمنظومه من اول السنه، والحمد لله ماشيين بسيستم كويس، والمنظومه دي متهيألي بتطبق على الفريق الاول دلوقتي، والحمد لله الفريق الاول فارق النهارده ب8 بونت، متهيألي المنظومه ماشيه. عشان كده احنا ما بنتكلمش كتير، يعني احنا خدنا عهد على نفسنا من اول موسم ان احنا نشتغل وان شاء الله نلاقي الايجابيات بتاعتنا او المحظوظ بتاعنا في اخر السنه ان شاء الله. الايه؟ لا بصرف النظر انا ما بتكلمش على جهاز فني، انا بتكلم على اولاد نادي الزمالك. احنا خدنا عهد على نفسنا ان اولاد نادي الزمالك طول ما هم موجودين في نادي الزمالك بيشتغلوا في اي حاجه، باسكت، فولي، كره قدم، اي مجال، لازم يدوا اللي هم خدوه من نادي الزمالك، لان نادي الزمالك اداهم، لازم يدوا الفتره الجايه نادي الزمالك. شكرا.